السيد قائد الطائرة الملكي وقائد القوات المساعدة والسيد قائد الوقاية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم عطينا انطلاقة ديال المهرجان ديال التوريضة اللي هو تيتزامن مع المناسبة ديال عيد العرش المجيد. كانت ترتيبات الحمد لله في إطار الاستعدادات واحد الأسبوع. هذا التراث اللي هو تراث ديال الأجداد والتراث ديال الآباء، رغبة وطلبات من الفرسان، لأن عندنا في السهول يعني مجموعة من مربي الخيول اللي هم في حاجة ماسة بحال هذا التراث اللي هو تراث ديال الأصل، ومجموعة من الطلبات الشفوية اللي بحكم أني رئيس جماعة سهول، وكنلتقي في عدة مناسبات مع الإخوان اللي هما باردية ومقدمين ديال الخير، وكيطلبوا منا دائما يعني إبرام هاد الاحتفالات والاستعداد والمواسم كذلك. وكتعرفوا في الآونة الأخيرة يعني كان واحد شيئا ما من البطء في مجموعة من المهرجانات، والحمد لله احنا اليوم في اليوم الأول في هذا المهرجان، وكنتمناو يعني هذا المهرجان ينجح ونكونوا عند رغبة الجميع ورغبة كذلك الفرسان ورغبة كذلك المقدمين. كاين حوالي 50 صربة فيها سهول وفيها عامر وفيها حصين، وهنا كتشوفوا كما كتشوفوا هنا هذا الملعب رقم واحد وهذا الملعب رقم جوج، مقسوم على جوج، كل ملعب كيلعبوا فيه 25 صربة، وهذا في إطار التنظيم باش ما يكونش واحد هذا، وتكون الأمور يعني سلسة وتكون الأمور دون في أحسن وجه إن شاء الله. وجودكم أنتم هذا راه كيعطي واحد قيمة مضافة لنا باش نزيدوا نشتغلوا، وهذا المهرجان الحمد لله يعني سنة على سنة كيتطور والوقت كذلك كتطور، والحمد لله يعني كنتمناو يعني السنوات المقبلة يكون في أحسن حلة من هذه، ويتزاد التنظيم ويكون شي برنامج ويتزامن كذلك مع مجموعة من الأنشطة منها الثقافية ومن الفلاحية وكذا. الحمد لله هذا الشيء بلادنا الحمد لله احنا فيها وما إلنا نشرفوها، وهذا يعني ما تسبو له يعني هذا الوقت ديالنا، وكنتمناو يعني نكونوا عند حسن الظن ديال المواطنين ديالنا وديال الفرسان ديالنا. وشكرا. جينا بارازار شفنا هذا الموسم هذا وبغاو يقفوا باش انه يشوفوا الاجواء ونشرحوا لهم علاش هذا الموسم تيوقع هنايا، وهاد الاجواء الصراحه تبارك الله هذا الشيء باين منظم مزيان بالنسبه للسيكوريتي، كاينه مزيان واحد الجوده ديال الجندرم هو اللي دخلنا اصلا لهنايا، كاينه تبارك الله باين هذا الشيء مزيان. هادو من استراليا وامريكا وهذا الشيء تيفرح باش انا التقاليد بعدا باقيين في البلاد، الصراحه هذا الشيء مزيان ونتمنوا لهم التوفيق وشكرا. هذا الشيء من ليغيتاج ديال المغرب، هذا الشيء من التقاليد ديالنا ديال الفانتازيا ولا الفروسيه اللي في المغرب، صراحه ما عمرني ما شفتهاش في شي بلاصه اخرى من غير جديده، لان في البلاد هذا الشيء بدا تيقلال، لان كما تعرفوا العود ولا غالي ماشي اي واحد ولا غيكون عنده هذا الحمد لله. وتنتمناو ان التقاليد هادو يبقاو في المغرب ويبقاو ونشوفوها القدام ان شاء الله. الحاج ابراهيم بن طليع من عامر من العيايده دوار العيايده. الحمد لله هذا التراث محافظين عليه كما كانوا محافظين عليه والدينا، والحمد لله باقي تنتلاقاو مع الجواد تنشوفوا بعضياتنا مزيان، وهاد البلياتي باقا تتلاقينا مع الجواد وتتجلسنا مع ناس كبار اللي تناخذوا منهم شويه ديال الخبره. هادي راه من فضل الله من اللي باقا بحال هاد المهرجانات تيلاقيونا مع الناس مع القريب والبعيد. الاجواء هنا الحمد لله معتبره مزيانه، نظام جماعه مهلين في موالين الخيل، كل شيء مجهز لا من البارود لا من الحبوبه
ولا من اي حاجه، الوسيله كاع اللي كتهم المهرجان موجوده في هذا المهرجان. الحمد لله ونشكره، باقي نتلاقاو مع الجواد، باقي نشوفوا الاخوان وتيشوفونا، وهذا الشيء اللي غادي نقول. حنا باغيين نحتفلوا، باغيين نحتفظوا بهذا التراث هذا، ما بغيناش نخليوه تيعرفوا حتى الاولاد ديالنا ويكبروا معاه. وبالنسبه للمهرجانات شويه راه بحال قلوا بزاف كاع بزاف، ومولا المواسم راه ما بقاو شيء بزاف، ما محتاجين بحال المهرجان بزاف وكثر كاع. ودابا انت كتشد العود كتعلفوا العام كامل، كتمشي تمشي للجهه اللي عندك تابعك تقول لهم مثلا بغينا مهرجان ولا شي حاجه، تيبقاو يتهربوا لك. ونعير ملي ما كاين والو كان يجلسوا مع مولي الخيل عادي، ماشي مشكل، نديروا حتى الفلوس نديروا حتى حنا من عندنا، ما علاش مالنا، راه العود تيصير له العام كامل الا طلب منه داك المسؤول واحد القدر ديال البركه باش يتعاون، ما عندناش مشكل. حنا عارف الازمه وعارف الكورونا داز وعارف التقشف كاين في البلاد والوقت مزيره، ما هادشي عادي الحمد لله الحمد لله. حنا باغيين نحافظوا على التراث وباغيين نزيدوا به القدام باش تا ولادنا يبقاو مبليين، واللهم هاد البليه ولا يمشي يقلب على شي بليه اخرى. راه كتجي واحد اليومين في السيمانه ولا ثلاث ايام كنلهيو فيها تا ولادنا ما تيمشيوش يخرجوا على الطريق، تيجي مبلي بديك الحرفه راه تيبقى فيها، تيبقى عقله عاطل هذيك البلاصه. وهادشي اللي غنقول لكم الحمد لله، والله الله يسهل على كل جميع، والله الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله يخلي له صحيحته. قدم عبد العالي ولد عدي من صربات دوار ولاد بورزين، كنجيو المهرجان ديال الفروسيه اللي كتنظموا جماعات سهول بتنسيق مع 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 السلطات المحليه. كنشكروا السيد الرئيس على هذا التنظيم اولا، والحمد لله كل عام كنجيو كانت بوردو وكانت في اجواء زوينه وصافي. طبقات كاين تنظيم في احسن الاحوال، تنظيم بالنسبه للترتيب كل شيء موفر، كل شيء كاين بالنسبه للرشان ديال المحرك، بالنسبه للتنظيم ديال السربات فهمتيني، كل سربه كتمشي بالرقم ديالها، وهذا الشيء اللي كاين. وكنشكروا السيد الرئيس على التنظيم والسلطات المحليه والدرك الملكي والقوات المساعده. شكرا على المشاهده، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.